السلام عليكم، مرحبا بكم. من خلال هذه الحلقة سنتحدث عن المكون الأول من سلسلة النشويات، وفي هذا الفيديو سنتحدث على الشعير. وبدأت بهذا الموضوع لأن الشعير يعتبر أهم مكون في النشويات. قبل البدء لا تنسوا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الشعير هو نوع نباتي من فصيلة النيجيليا، وله العديد من الاستعمالات، ومن بينها صناعة الخبز وبعض المأكولات مثل الشربات والعصيدة، وكذلك تستعمل كعلف للحيوانات. نمشي نتعرف على مكونات الغذائية للشعير. تحتوي الشعير على السعرات الحرارية وكذلك على الدهون، وأيضا على الدهون المشبعة والكربوهيدرات، الألياف، السكر، البروتينات، ولا يوجد فيه الكوليسترول. نمشي ونتعرف على فوائد الشعير. فهو تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء نظرا لتوفره على الألياف الغذائية، وأيضا تساعد على توفير الغذاء اللازم للبكتيريا الأمعاء، أيضا تساعد في تعزيز صحة القولون، وذلك بالحفاظ على حركة منتظمة للأمعاء، إخراج الفضلات بانتظام، والحفاظ على نظافة المعدة. تساعد على التقليل من فرص الإصابة بسرطان القولون، وكذلك تساعد على التقليل من فرص الإصابة بالبواسير. ومن فوائد الشعير أنه تساعد على خسارة الوزن الزائد نظرا لتوفره على الألياف، فهو تساعد على الشبع دون إضافة أي سعرات حرارية، وأيضا كذلك تساعد على تحسين عملية الأيض والتقليل من الشعور بالجوع، الحماية من حصى المرارة. الشعير تحتوي على الألياف الغذائية لتتساعد على التقليل من الأحماض لتتم الإفراز نتاعها، فهو غني بمضادات الأكسدة، وتعتبر الشعير غني بمضادات الأكسدة المتنوعة لتتقلل من فرص الإصابة بالسرطان، ولتتقلل من فرص الإصابة بالأمراض القلب والالتهابات، وأيضا تساعد على الحماية من هشاشة العظام نظرا لتوفره على الفوسفور النحاس، مما تجعله تساعد على صحة العظام، وأيضا تتوفر على كمية كبيرة من الكالسيوم، تساعد أيضا على تقوية الجهاز المناعي، بحيث أن الحديد الموجود في الشعير تعمل على زيادة حجم الدم والحماية من الأنيميا والتعب، وتعزز من إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأيضا تساعد على تعزيز وظائف الكلى. مفيد لمرضى السكري. تحتوي الشعير على كمية كبيرة من الألياف لتتساعد على إبطاء عملية امتصاص عملية الجليكوز، هذا ما تجعله تساعد على التقليل بشكل كبير من مستويات الجليكوز والأنسولين في الجسم، وأيضا تعزز من صحة القلب، تساعد من تحسين مظهر البشرة، وأيضا تساعد على السيطرة على مستويات الكوليسترول في الجسم، تحمي من الإصابة بالسرطان. نمشي ونتعرفوا على بعض الطرق لتناول الشعير. عشبة الشعير غنية بالكلوروفيل لتتساعد على تنظيف الجسم من السموم. يعتبر طحين الشعير بديلا لطحين القمح لأنه قليل السعرات، وأيضا شراب الشعير تساعد على تعزيز صحة الكلى والمتانة بشكل خاص. نمشي ونتعرفوا على أضرار الشعير. بالنسبة للمرضعات يقدر يؤدي إلى إبطاء تدفق حليب الثدي، وأيضا يقدر يؤدي للحساسية بالنسبة للأشخاص اللي عندهم حساسية ضد الجلوتين. ومن بين الأعراض اللي يمكن تظهر عند الأشخاص المصابين بالحساسية طفح جلدي، التهاب، صعوبة التنفس، تهيج أو تورم في العيون أو الجفون الأنف، الذراعين والقدمين. يقدر يؤدي إلى مشكل اضطراب الجهاز الهضمي، بحيث أن الإفراط في تناول الشعير يقدر يؤدي اضطراب في المعدة
والألم البطن والتشنجات، وبعض المرات الإسهال والإمساك. ومن هنا قد نكون قد انتهينا من الفيديو. لا تنسوا بالاشتراك في القناة، وشكرا، مع السلامة.